كان صحابي يحضر جلسات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان له ابن، وهذا الابن يحبه، وكان الابن صغير مثل بعضكم، الله يجعل أبناءكم قرة عين ويحفظهم من شر الجنة والناس، وأن يحقق فيما يرضيه آمالكم وآمالهم. قرة عين، طفل يجلس مع أبيه في روضة الجنة، وغيرهم من الأطفال لربما سعى في الأرض الفساد، هذا الطفل كان يأتي من خلف أبيه ويقفز في حجر أبيه، ورأى الحبيب أن أباه يحبه حبا زائدا وحب جميل، فقال الحبيب له: هل تحبه يا فلان؟ قال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه، يعني بس الله لو يحبك كثر ما أحبه أنا لكفاك هذا الحب، هذا غاية الحب، أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. ثم إن الحبيب افتقد هذا الرجل، افتقده من جلسة الذكر هذه، فنسأل عنه، قالوا: يا رسول الله، أرأيت ابنه الصغير الذي كان قد شغف به حبا؟ لقد مات، الله المستعان. ولذلك البعض منا إذا أحب شيئا من الحياة حتى لو أراد يتصور أن يفقده يأتيه اكتئاب ويأتيه حزن، مثل اللي بعضهم يقول: أنا ما أتصور أفقد زوجتي، أنا لا أتصور أن أفقد ابنتي، أنا لا أتصور أن أفقد صحتي، أنا لا أتصور أن أفقد مالي. طيب، إذا كان الله يحبك قد يأخذ أحب شيء إليك ليستمع إليك، هل أنت راض عنه يوم أن أخذ؟ ولذلك تكره الموت، وكلنا يكره أن يفتقد محبا له، كلنا يكره أن يفقد المال والولد والأم والأب والزوجة والبنت، كلنا يحب لا يحب الفراق. الحبيب قال لإبراهيم: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لقي الحبيب هذا الرجل فعزاه ورأى الحزن في وجهه، فقال الحبيب، ولاحظ لاحظ المعادلة: أتحب أن يعود أو أنت تحب، أي أتحب لو رد الله ابنك إليك، أو أنك تحب أنك كلما أتيت إلى باب من أبواب الجنة وجدته بين يديك يفتح الباب لك؟ الله، إيش رأيكم أحبابي؟ الخيار الآن، ابنك تريده يعود أم أن تراه أمامك في الجنة كل ما تقدم على باب فتحه لك؟ قال: بل أحب أن يكون بين يدي في الجنة. وين الحب والبكاء والحزن؟ لذلك نقول: يا محزون، يا مكروب، يا من فقدت أغلى الناس وخلك من الناس، يا من ذهبت فلذات أكبادهم وثمرات فؤادهم، الملتقى الجنة، فإن الله ما أخذهم ليحزن قلوبكم، لكن لأنه سبحانه كتب عليكم ما تكرهون وعسى ما تكرهون فيه خيرا كثيرا، وعسى أن يكون الكره في قلوبكم يعقبه الخير، فإن الله لا يخلق الشر المحض، دائما له في كل المحن منح.